أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 10 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو ده بعنوان عندما تختفي القطع يظهر الملك. كاسباروف بالأبيض ضد الجراند ماستر جويليا ساكس في بطولة المناطق التأهيلية موسكو 1982. لكي يصل كاسباروف لشرف تحدي بطل العالم كاربوف، بيخوض عدة مباريات تأهيلية، ودي كانت أحداها. كاسباروف فاز بهذه البطولة التأهيلية متعادلا في 6 أدوار وفائزا في 7، والدور ده مع ساكس لعبه كاسباروف بمنتهى الشراسة، ولكن ساكس تألق أيضا ولم يحسم الدور إلا في مرحلة نهاية الدور عندما أخذ الملك دور أساسي في الهجوم. الهدف من دور الشطرنج هو القضاء على ملك الخصم، ولذلك فإن أمان الملك في مرحلة الافتتاح له أهمية كبيرة، وكذلك في مرحلة وسط الدور، ويحاول اللاعب أنه يأمن ملكه بالتبييت ويضع حوله القطع اللي بتدافع عنه أمام القطع المنافسة. ولكن عندما تختفي معظم القطع من الرقعة وخاصة الوزيرين، بتبدأ المرحلة اللي بنقول عليها نهاية الدور، وهنا الملك بيترك حصنه وبيتقدم إلى منتصف الرقعة، ويصبح الملك قطعة هجومية ليساعد قواته في محاولات ترقية البيادق، وبيساعد قطعه في محاصرة ملك الخصم وإعطائه كشمات. يلا نشوف إزاي كاسباروف أدى هذه المهمة بنجاح. كاسباروف بالأبيض ولعب D4 نايت F6 C4 G6 نايت C3 D5. دي النقلة المميزة لدفاع جرونفيلد، وبعد CD5 نايت D5 E4 نايت C3 BC3 بيشوب G7. بكده وصلنا إلى تفريع التكسير في دفاع جرونفيلد، وكاسباروف كمل بيشوب C4، والأسود رد كسل بيشوب E3. كاسباروف اختار ان يلعب بيشوب E3 ويقوي الوسط، انما النقلة المعتادة هي نايت E2 اللي بتمهد لتبييت الملك الابيض، لكن هنا الاسود كان بيلعب C5 وبيليها بالنقلة كوين A5 ويمنع الملك مؤقتا التبييت، ولذلك كاسباروف ملعبش النايت E2 انما لعب اولا البيشوب E3 وفيما بعد هيلعب النايت E2. على اي حال ساكس كمل ببي 6، وزي ما قلنا النقلة المعتادة هي السي 5 اللي بيرد عليها الابيض بنايت E2، لكن ساكس ملعبش السي 5 انما لعب بي 6، وهنا كاسباروف لعب اول نقلاته القوية اتش 4. بما ان ساكس ما بدأش في اللعب النشيط في جناح الوزير، فكاسباروف انتهز الفرصة وبدأ في الهجوم في جناح الملك، والاسود كمل بيشوب B7 طالب بيدق E4، وكاسباروف رد كوين F3 نقلة اخرى قوية بيحمي بيدق E4 وبيستعد اللعب النايت E2، وهو اخرج الوزير قبل ما يلعب النايت E2 ويغلق الوتر امام الوزير، وكمل الدور كوين D7 نايت E2. ودلوقتي الابيض بيهدد بالنقلة H5 ويكسر على المربع G6 ويستعمل عمود اتش في الهجوم على الملك الاسود، ولذلك الاسود رد ب H5 وبيمنع الابيض من لعب ال H5
رغم إنها أضعفت هيكل البيادق حول الملك الأسود، وكاسباروف كمل في نقلاته القوية ولعب بيشوب جي 5. البيدق اللي على الدي 4 مش محتاج تدعيم من الفيل، ولذلك مربع جي 5 هو مربع جيد بالنسبة للفيل. ودلوقتي القوة المهاجمة للأبيض أصبحت واضحة، الوزير والفيلين والحصان، والأسود كمل نايت سي 6، وكاسباروف كمل في نقلاته القوية بنايت اف 4. الأبيض بيهدد ببساطة بالأخذ على المربع جي 6، لأن بيدق الاف 7 مربوط على الملك، وفي نفس الوقت في احتمالات للتضحية على المربع اتش 5، وكذلك الحصان بيهدد باحتلال المربع الممتاز دي 5، ولذلك نقلت النايت اف 4 وتعتبر من النقلات المفتاح في هذا الدور. والاسود كمل باي 6. لو الاسود ملعبش الاي 6 ولعب نقلة زي النايت اي 5 بيهدد باخذ فيل السي 4، النقلة دي هتكون نقلة سيئة، لان كاسباروف هيكمل ببساطة بالتضحية الرائعة نايت تيكس جي 6، وبعد نايت تيكس سي 4 الابيض هيكمل نايت اي 7 تشيك، كينج اتش 7، كوين تيكس اتش 5 تشيك، بيشوب اتش 6، كوين تيكس اتش 6 تشيك ميت. ولذلك النقلة نايت اي 5 نقلة سيئة، والاسود كمل باي 6 وبيرفع الربط عن المربع اف 7، والابيض كمل بروك دي 1. كاسباروف كما هي العادة بيحب يضع رخه على نفس عمود الوزير المنافس، والاسود كمل نايت اي 5 بيهدد باخذ فيل السي 4، والابيض رد ببيشوب دي 3. ودلوقتي كاسباروف اصبح له بدائين اقوياء في الوسط، ولذلك ساكس لعب احد نقلاته القوية اي 5، والنقلة دي بتدي الاسود بعض المبادرة. لو الاسود ملعبش الاي 5 ولعب نقلة زي سي 5، والنقلة دي اتلعبت في احد الادوار ولكنها ادت الى كارثة سريعة، لان الابيض كمل نايت تيكس اتش 5 جي تيكس اتش 5، الابيض لعب نقلة اخرى قوية بيشوب اف 6، بيشوب تيكس اف 6، كوين تيكس اف 6، والاسود دافع بكوين دي 8 طالب تكسير الوزيرين، لكن الابيض لعب ببساطة كوين اتش 6 بيهدد بالنقلة اي 5 وتشيك ميت على المربع اتش 7، ولذلك الاسود دافع باف 6 والابيض كمل كوين جي 6 تشيك، كينج اتش 8، وبعد اي 5 طالب كوين اتش 7 تشيك ميت، كمل اف 5، وبكده الاسود نجح في الدفاع عن المات اللي على اتش 7، لكن الابيض كمل ببساطة كوين اتش 6 تشيك، كينج جي 8، وهنا الابيض لعب روك اتش 3 طالب روك جي 3 تشيك وتشيك ميت، والاسود كمل كينج اف 7، لكن الابيض رد بروك جي 3 بنفس التهديد والاسود سلم. ولذلك ساكس ما لعبش السي 5 انما لعب الاي 5 اللي قلنا عليها نقلة قوية، وكاسباروف كمل دي اي 5، ومن هنا نقدر نشوف فايدة وجود الرخ والوزير على نفس العمود. على اي حال الدور كمل بيشوب تيكس اي 5 وكاسباروف كمل كسل. ودلوقتي لو توقفنا في هذا الموقف هنقول ان كاسباروف بيعاني من هيكل بيادق ضعيف في جناح الملك، لكن كل قطعة فعالة ومشتركة في الدور، ولذلك الابيض بيتمتع بافضلية كبيرة. وهنا ساكس لعب احد النقلات المحورية في الدور كوين جي 4. ساكس بيريد التخلص من الوزيرين، ولكن من السهل على كاسباروف رفض هذا الطلب ولعب كوين اي 3 والاسود كمل روك اف اي 8. بالنقلة دي الاسود استعاد بعض حيويته وعنده فيلين نشيطين، لكن بيعاني من وجود حصان خامل على حافة الرقعة. ولكن على اي حال دور الاسود ما زالت فيه الكثير من الفرص، ولكن كاسباروف لعب احد النقلات المفتاح في هذا الدور، وهي بيشوب اي 2 طالب الوزير. ابتداء من هذه النقلة الاسود هيعاني من بعض المشاكل الحقيقية، والاسود لو تراجع بالوزير مثلا كوين سي 8 الابيض هيلعب ببساطة نايت دي 5، والحصان اخذ موقع ممتاز وبيهدد بنايت اف 6 بشوكة للملك والرخ، او نايت اي 7 بشوكة للملك والوزير، ولذلك الاسود مش هيتراجع بالوزير،
إنها مضطر إن يستغنى عن أحد الفيلين أمام الحصان ولعب بيشوب تيكس F4، وكاسباروف كمل ببيشوب تيكس F4. كاسباروف لما أخذ بالفيل ترك بيدق ال H4، لكن ساكس لو أخده هتكون نقلة سيئة، لأن مثلا لو كوين تيكس H4 كاسباروف هيرد بـ E5، ودلوقتي الأبيض عنده هجوم قوي والأبيض هيكله الكثير من التعويض أمام خسارة البيدق، ولذلك الأسود مش هيلعب كوين تيكس H4، والأسود كمل بالنقلة اللي تبدو قوية نايت C4 طالب الوزير، لكن النقلة دي نقلة سيئة، وكاسباروف كمل بيشوب تيكس C4، وساكس كمل في خطته بروك تيكس E4 طالب الوزير وكذلك الفيلين، وبكده ساكس بيظن إن هيستعيد المادة المفقودة وهيوصل لموقف على الأقل متكافئ، ولكن لم يستطع تخيل العواقب وإيه اللي يقدر كاسباروف يعمله في هذا الموقف، وتفاجأ بنقلة كاسباروف الرائعة F3. نقلة ممتازة لها تحليلات كثيرة، لكن على أي حال ساكس لعب أفضل نقلة في هذا الموقف وهي كوين تيكس F4، وحاليا طالب تكسير الوزيرين ويوصل لموقف متكافئ، لكن كاسباروف فاجئه بالتضحية التانية اللامعة والقوية بيشوب تيكس F7 تشيك، ودلوقتي الأسود عليه إن ياخد الفيل سواء بالوزير أو بالملك. إذا أخد بالوزير كوين تيكس F7 الأبيض هيكمل ببساطة F تيكس E4، والأبيض متفوق ماديا بالفرق وموقفه أفضل، وإذا أخد بالملك كينج تيكس F7 الأبيض أيضا هيلعب F تيكس E4، لكن حاليا خسارة الأسود هتصبح خسارة فادحة، لأنه ببساطة ما يقدرش ياخد الوزير الأبيض لأن وزيره مربوط على الملك، ولذلك ساكس ما خدش الفيل سواء بالملك أو بالوزير، إنما لعب النقلة المنقذة كينج G7، ودلوقتي الأسود بيهدد بتكسير الوزيرين والوصول إلى موقف متكافئ، لكن كاسباروف كان عنده النقلة الثالثة المفتاح كوين D3. دي النقلة اللي بتظهر عمق رؤية كاسباروف، والهدف الحقيقي من كل هذه النقلات هو استثمار الضعف الموجود على المربع G6، لأن الرخ مطلوب وفي نفس الوقت الرخ ما يقدرش يتحرك، وإلا الوزير هياخد على المربع G6 بكش للملك ويفوز. ولكن على أي حال ساكس لعب أفضل نقلة في هذا الموقف وهي كوين E3 تشيك، والنقلة دي بتحل المشكلة المؤقتة وهي الاحتفاظ بالرخ مع بيدق جي، لكن تكسير الوزيرين مش هيسهل مهمة الأسود زي ما هنشوف بعد كوين تيكس E3 روك تيكس E3، وهنا كاسباروف لعب النقلة الرائعة روك D7. كاسباروف احتل الصف السابع وحاليا بيهدد بتحريك الفيل وكش بالكشف، وكذلك بيهدد بأخذ بيدق C7، وكاسباروف هيوصل لموقف له في بدأ زائد مع موقف قوي، والأسود لعب كينج H6 وكاسباروف كمل روك تيكس C7، وكده كاسباروف أصبح متفوق ببيدق وحاليا بيهدد الفيل اللي على B7، وأيضا الرخ من موقعه الجديد أصبح بيحمي بيدق C3، والأسود كمل بيشوب A6 بيهدد الرخ، وكاسباروف رد روك G1. رخ D1 بيهدد بالاتحاد مع رخ C7 والسيطرة التامة على الصف السابع، وكذلك بيهدد برخ D6 ومهاجمة بيدق G6 الضعيف، وبالطبع لا يمكن أن يسمح بيهم الأسود، ولذلك لعب بيشوب D3 وبيغلق العمود دي، وهنا كاسباروف واصل في نقلاته القوية ولعب رخ D2، والنقلة دي هدفها المباشر هو حماية الصف الثاني، لكن هدفها الأهم هو تأمين رحلة الملك والتحاق بالقطع والوصول إلى المربع F4 كمرحلة أولى، وكمل الدور بيشوب F5 كينج F2 روك E5. بالطبع ساكس لا يريد تكسير الرخين، ونقلة زي روك D3 عشان تكسير الرخين هتكون في صالح الأبيض بالتأكيد، ولذلك ساكس لعب روك E5، ولكن كاسباروف أرغمه على التكسير بروك D5. النقلة دي ممكن نقول عليها إن الأبيض بيدي كش مات للرخ الأسود اللي ملوش أي مربع آمن يقدر يوصله، ولذلك الأسود مجبر على روك تيكس D5
بيشو بتريك سي دي 5 طالب الرخ، والاسود كمل روك جي 8 طالب الفيل سي 4 بي 5. كاسباروف وصل لنهاية الدور، لوفي بدأ زائد، ونهاية الدور دي نظريا في صالح الأبيض، ولكن هناك بعض الخدع اللي ممكن أن يحاولها الأسود. وهنا كاسباروف لعب كينج إسري. لو كاسباروف ملعبش الكينج إسري وحاول أن يفوز ببيدق الأي 7 ولعب روك تيكس أي 7، دي هتكون نقلة سيئة، لأنها هتسمح للأسود بلعب بيشوب دي 3 طالب البيدق، وبعد روك سي 7 الأسود هنا بيستطيع أن يتخلص من بيادق جناح الوزير الأبيض، لأنه هيكمل بي سي 4 بيشوب سي 4 بيشوب سي 4 روك سي 4، وهنا الأسود هيلعب روك دي 2 تشيك، وبعد كينج جي 3 الأسود هيكمل روك تيكس اي 2. ورغم أن الأبيض متفوق ببيدق، إلا أن الأسود بالدفاع الصحيح بيوصل للتعادل، ولذلك كاسباروف ما خدش البيدق اللي على الاي 7، إنما لعب كينج اي 3، والملك في طريقه لتكملة رحلته الطويلة. وكمل الدور اي 5 كينج اف 4، والأسود كمل بيشوب بي 1 طالب بيدق الاي 2. لو الأسود ما لعبش البيشوب اي 1 وحاول أن يتخلص من بيادق جناح الوزير بنقلة زي بي تيك سي 4، الأبيض هيكمل بيشوب تيك سي 4، وهنا أفضل نقلة للأسود هي روك دي 4 تشيك، والأبيض بيكمل كينج اي 5. وهنا الأسود لو أخد البيدق بروك تيكس اتش 4 دي هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيفوز بعد اف 4، ودلوقتي الأبيض بيهدد ببيشوب جي 8 ويليها بروك اتش 7 تشيك ميت. وإذا حاول الأسود يدافع بيشوب بي 1 الأبيض هيكمل في خطته بيشوب جي 8، والنقلة الوحيدة للأسود هي جي 5 عشان يوجد مربع هروب للملك، لكن الأبيض هيكمل بإف 5 ويمنع المربع الهروب، وبعد جي 4 بيعمل مربع هروب تاني للملك. هنا الأبيض هينهي الدور بكينج اف 6، والأسود ما عندهوش دفاع أمام روك اتش 7 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الأسود ما خدش على المربع سي 4، إنما لعب بيشوب بي 1 طالب بيدق الاي 2. وهنا كاسباروف كمل بنقلته القوية ولعب جي 4. بما إن الرخ مسيطرة على الصف السابع، إذن الأبيض حاليا بيهدد بجي 5 تشيك ميت، والدفاع الوحيد للأسود اتش جي 4 اف جي 4. الأبيض طالب تشيك ميت في نقلتين جي 5 تشيك كينج اتش 5 بيشوب اف 3 تشيك ميت. على أي حال ساكس كمل بنقلة أخرى وهي روك اف 8 تشيك، وكاسباروف رد كينج جي 3، ودلوقتي الأسود ما عندهوش دفاع كافي أمام الجي 5 تشيك وبيشوب اف 3 تشيك ميت، ولذلك الأسود سلم. أرجو أننا نكون استفدنا من هذا الدور، وعرفنا إزاي الملك ممكن يلعب دور إيجابي في مرحلة نهاية الدور ويساعد القطع في ترقية البيادق، أو زي ما حدث في هذا الدور بيساعد قطعه في إعطاء تشيك ميت لملك الخصم. ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر من فيديوهات كاسباروف مدربك للشطرنج. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.